حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين للمشاركة بالبرنامج عندكم الأرقام التالية اللي تظهر أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق على واحد من هالرقمين اللي تشوفوه، فإذا من زاخو إلى الفاو أي مواطن موجود على أرض العراق يقدر يتصل بنا بأي دقيقة من دقائق البرنامج. أما الرقمين اللي راح يظهرن هنا ذني إلى دول الخارج، أي شخص خارج العراق يقدر يتصل بنا على الرقمين اللي تشوفوها أمامكم الآن. فعندكم أربع أرقام للاتصال، اثنين من الداخل واثنين من الخارج، الأربعة شغالات، تقدرون تتصلوا على أي رقم من هاي الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب رسائل كثيرة تتصلنا، السلام عليكم ورحمة الله، أريد أشارك بالبرنامج، أريد أتصل بكم، ليش ما تجاوبون؟ أعذروني، هذا الرقم ما أقدر أستقبل به مكالمة. يعني أنت إذا تدق على هذا الرقم ما راح تحصل شيء، لأنه ما راح يظهر عندي، ما راح يبين أنه أنت تدق أصلا بالسيستم عندي، لأنه برنامج الواتساب بالبرنامج فقط للرسائل المكتوبة. فلا تزعلون من أدنى ولا تأخذوا على خاطركم من أدنى أنه البرنامج ما يستقبل اتصال. فأتمنى تكتبوا لي الرسالة إذا ما قدرت تتصل على الأرقام الثانية، وأتمنى تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة في حلقة اليوم. طبعا المتظاهرين اللي شفتوهم في بداية البرنامج هم بعدهم يأكدون على المليونية اللي يردون يطلقوها بعد أيام تاريخ 25/5، لكن موضوع حلقتي هو مو التظاهرات. البارحة حكينا عن التظاهرات، اليوم عندي موضوع هو جرح عند العراقيين، جرح عند فئة كبيرة من العراقيين. عندي موضوع يهم هواية شرائح من شرائح المجتمع العراقي، قضية السجون والمعتقلين والمعتقلات العراقية. اليوم أكو مصدر أمني بمحافظة ديقار أعلن عن وفاة سجين بسجن الناصرية المركزي المعروف باسم سجن الحوت، وقال أنه سجين من سكنة بغداد مواليد 78 محكوم بالإعدام، توفى داخل زنزانته بعد إصابته بوعكة صحية. ما نطى أي شيء عن هاي التفاصيل، فقط أنه المصادر المطلعة قالت أنه محمد صبري أحمد المعتقل من عام 2014 توفي بسبب الإهمال الصحي. هاي النقطة اللي أريد نحكي بيها، ليش وزارة العدل، إدارة السجون والحكومة العراقية من بعدهم أدها إهمال إلى قضية المعتقلين؟ شنو ذولا بشر؟ لا خلي يقولون أنه ذولا اللي موجودين بالمعتقلين ليش دي يعاملوهم بهذه الطريقة؟ وأتمنى تجاوبوني عليه. أبو أحمد من الموصل، حياك الله. أبو أحمد، أبو أحمد تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا غالي. أنت على الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم. الله يسلمك يا رب. أسمعك. تفضل يا غالي. شلونكم؟ نحمد الله على كل شيء، أنتوا شلونكم؟ والله إحنا مو زينين. نعم. لا والله مو زينين. ليش؟ والله ولدنا ما ندلهم، ما ندلهم 4-5 سنين. ايه. والله نحس ما ندلهم كل صبي ولا الاخر. نعم. ما ندلهم وين؟ خالي مصر والشارب مال المستقلين حافرينهم هذول بير نفط. حافرينهم بير نفط. هذول يجرون منهم دساتر. وخلهم ولد الخايب انا يمين. هذا العامري ونور المالكي. وشلت حضير ابو عزيز خلهم يجرون منهم، والله نارهم تاليهم تالقوني. هذول انا بس كانوا طلعوا على فلسطين، كانوا دفعوا الفصائل، هذا الميليشيات كانوا فلسطين. مو واد حلل هذا، تدفع فلوس ابنك يطلع، ما تدفع فلوس ابنك يظل. حتى الميت لحجوه، حتى الميت وما يستلمون الحلوه الا بفلوس. نعم. من السجون حتى الميت ما سووا شيء. نعم. السوى ما سووا مربع، ما سوت الميليشيات، ما سووا، لا خلاو انعجه. نعم. لا خلاو قرب، لا خلاو بيت ما وروه، لا خلاو سيارة ما خذوه،
حتى الحزمان شالوها بعض بعد. هذول الشتيمين حجايا قسامي. هذول اكو حكومه بها 150 حزب بس هو اللي جاوبني. نعم. 150 مثل هذا رئيس فلسطين، اخي امام عمر الاحمرات كان اشترى له 50 طياره مقاتلات. هالجناح ذراع من ذراع ايران. البارحه باسرائيل قاعد يدفعون جلع على البشر. كان الناس توصلوا فيها طيارات اخير من ما كلنا نعرف الجنوب يعني اسرائيل نزيله عليها ودحت صارت دوله تفك الحجر. وهذا راح الزو شلون ايران تخريب العراق سوريا اليمن فلسطين ايران والله عارف شو يصير وما طول المحور مفتوح ما سلامته وما الخانقين عبر صواريخ يوميه بالمليارات. نعم شكرا في امان الله. شكرا لك ابو احمد. محمد من كربلاء حياك الله يا محمد. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. عليكم وعلى متابعي قناتكم والله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركه. حياك الله اخوي. بالنسبه لموضوعكم على مود المظاهرات مال 25 20 لا انا بالبدايه قلت الفيديو احنا البارحه كان هذا موضوعنا تريد تحكي بيه اهلا وسهلا بس موضوع حلقتي اليوم عن المعتقلات والسجون العراقية. اليوم أعلنوا عن وفاة معتقل بسجن الحوت نتيجة الإهمال الصحي بعد إصابته بوعكة صحية توفى المعتقل. نعم أخويا أستاذ أفل، يعني المغيبين والسجناء لأن التروس السجون ترد وهسه يقولوا لي أكو سجون سرية جرف الصخر بس ما متأكدين صحيح أم مو صحيح ما أعرف. نعم على اساس اكو سجون هسه سجون سريه تحت الارض بمنطقه جرف الصخر بس ما ادري يعني اكيد او مو اكيد ما اعرف. والمغيبين هسه والسجناء زين شنو يعني ذنكم؟ يعني هسه البريء بالسجن والداعشي والمتهم يطلعوه زين شلون صايره هذه؟ زين حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، الله ينتقم منهم. يعني بهاليوم هسه اللي الظاهر على حقه يختال الميليشيات وتكتله إيهاب الوزني سجاد العراقي يروح الظاهر على موت حقه ينكتل. البريء ما مسوي شيء يشيلوه يذبوه بالسجن المجرم يطلعوه. شايف أنا أول مرة أشوف هيك شيء يعني هيك عصابات وهيك دولة وهيك ميليشيات. طيب أنت كنت تريد تحكي أخ محمد عن قضية التظاهرات المليونية لك همين الساعة تحكي عليها تفضل حبيبي. بالنسبة هذه المظاهرات إن شاء الله بحق محمد وآل محمد إن شاء الله راح ننتصر على ذولة العصابات هاي والميليشيات. ثورة 25 قادمة وإن شاء الله كل العراقيين راح يطلعون ويتظاهرون وإن شاء الله ناخذ بصورة صحيحة. وهاي بالنسبة من جنوب العراق إلى شماله كلها راح تطلع تتظاهر. نعم يعني شفنا ظلم شفنا قتل شفنا فساد حقوق لا. ماكو كهرباء يعني هسه هاي الكهرباء ابسط شيء بالعراق هسه هاي الكهرباء وهذا الجو صار يعني كم مليار صرفوا على الكهرباء وبالعراق ماكو كهرباء. يعني شنو هي معجزه صنع الطياره هذه الكهرباء؟ هاي الكهرباء جاي يبيعون بها لايران. كهرباء بالعراق موجوده تروح لايران. نعم زين يعني هسه خلت ايران دمرت العراق ودمرت المواطن ودمرت الشعب كله هي ايران. نعم هسه الكهرباء موجوده في صادفن كهرباء بالعراق كل ما يقول لك باب كهرباء لا موجوده الكهرباء والطاقات موجوده مال الكهرباء بس المن تروح؟ تروح لايران. والله العظيم تروح لايران وهسه ضامن على المولدات وعلى الحرهاب ترجع للسجون والمغيبين. مصطفى الكاظم نفسي هسه قربت الانتخابات يقول على اساس راح نطعفوا او نخرج السجناء. ما يقدر يطلعهم ولا يقدر يطعفوا بكيفه. نعم دام الميليشيات موجوده والاحزاب موجوده ما يتصرف بكيفه. نعم نعم وشنو هسه سوى مصطفى الكاظم؟ صار من السلم لحد الان سوى شيء ما كل شيء ما سوى. نعم ساضرب بيت من الحديد للفاسدين ساخذ على الفساد وينه؟ شنو سوى؟ نعم نعم نعم
شكرا شكرا لك اخ محمد، اعتذر منك بس حتى اخذ اكبر قدر من الاتصالات. ابو احمد من بغداد، حياك الله يا ابو احمد. السلام عليك. السلام والرحمه والاكرام غاتي، شلونك؟ الله هلا بيك يا غاتي. سلمك يا حفاي. تقول ما على مود المساجين انا ماكو. على مود المساجين شنو؟ بس صوتك لان شويه ناصي. على مود العنايه ماكو فيها من المساجين بداخل السجون. اي انا حد شفت مسجونين محتفل بسجن الحوت. اي بقى سنه سجن الحوت. اي احنا كلها غير المذله والاهانه بحياته ما شفناها. يعني اتصور انا بيضعت كنت قاعد ايجارهم وشالوني. زين كنت قاعد ايجارهم مأجر ب 150,000. زين قطعه بقيت اتعبنا بيها ومن شالوني بعت البيت وطلعت فيه. زين نعم قدرت ونص يلا طلعت من سجن الحوت. اربع اشهر بالافراج يلا جابوني للجرائم مال العامليه خطروني خمسه ورقات. زين ابو احمد سؤال، يعني اعذرني اذا بدنا نفتح عليك مواجع، لكن انت ذكرت انه انت كنت موجود في سجن الحوت. انت تقول عنايه ماكو، الكل دا يتفق على هذا الشيء، وحتى الرسائل اللي توصل من داخل السجون العراقيه تقول عنايه صحيه ماكو، لكن اني اريد اسال سؤال واحد، كم شخص كان موجود اثناء الفتره اللي انت كنت موجود بيها محصل على حكم البراءه وما اطلق سراحه؟ والله شو اقول لك، الوف يعني بالالاف، اقسم لك بالله العظيم. اداره السجون شلون كانت تتعامل وياهم؟ حال المعتقلين، نفس ما حال المحكوم، الافراج اللي شفناه حال المحكوم يتعاملون وياه. لا انا اقصد يعني كانوا يتعرضون اهاليتهم لابتزاز مالي حتى يطلعوا لهم اياه ورا ما حصل على حكم البراءه، اللي المفروض اول ما يحصله من القاضي يروح الى اجراءات روتينيه يقدمها ويوقع اوراق ما اعرف شنو، يكمل اوراق البراءه مالته ويطلع خلال يوم او اقل من يوم، فكانوا يساومون الاهل على فلوس. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي اقسم لك بالله العظيم ظليت اربع اشهر بالافراج، اربع اشهر. ايه ابو الباب شفنا ما يجي يسفرني من تاجي شفنا التفسيرات مال الشعب. نعم ابو حبيب الا اخذ اربع ورقات يلا جي اخذ من تاجي من سجن الحوت للرصافه. بقيت في الرصافه تقريبا شهر، لازم يسفرون للجرائم العامليه. جرائم العامليه ما جي شفنا ابو البريء ست اشهر يلا جي استلمني بثلاث اوراق يلا جي سحبني. وبحسب انت هاي الالوفات البرنامج السجن من عداي جاي اقول لك فيها. نعم. ما دام فلوس ما يسفرونك. زين اللي ما عنده فايل شلون يطلع الى الله. نعم 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 نعم. الى بس الله. نعم. واللي ما عنده احد الى الله وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم، ما عاد اكثر من هاي ما اقول. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو احمد. يعني ابو احمد حكى لنا قضيه، المفروض لو وزير العدل او رئيس مجلس الوزراء شوية عندهم غيرة، يعني هسه من يسمعون هاي الشهادة المفروض قبل يركض ويروح للسجون العراقية ويباوع هاي القصص اللي دا تنشر انه حصل حكم البراءة وتحول الى بغداد حتى يكمل اجراءات الاعتقال مالته، يقول انا اربعة اشهر اتوسل بهذا وبذاك، وهذا ياخذ مني اربع اوراق وذاك ياخذ مني ثلاثة اوراق، وهاي كلها فلوس من 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 جيوب الناس وابنهم حصل البراءة. عجل اللي حكمتوش شلون تتعاملون وياه؟ محمد من الانبار، حياك الله يا محمد. محمد محمد تسمعني؟ السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام غاتي. محمد؟ اي نعم. تفضل غاتي. زاد فضلك يا غالي، بنت عندي سجين رضعتي مثل اي نعم. اي قول احكي تعال الهواء. السلام والرحمة والكرامة غالي. عندي رضعتي مسجونة في سجن بغداد. اي. زاد فضلك يا غالي، بنت عندي سجين رضعتي مثل اي نعم. اي قول احكي تعال الهواء. مسجونة في بغداد محكومة 15 سنة. اي. محكومة 15 سنة وهي بريئة. أخ محمد إذا تسمعني كل زين أتمنى تنصلي صوت التلفزيون حتى ما يأثر على صوتك وياي بالمكالمة حتى أسمعك زين. نعم
نعم جالس في التلفزيون. محكومة 15 سنة والله بريئة، بريئة يا سام والله بريئة. محكومة 15 سنة والله بريئة، تامينة شغل داعش، لا داعش ولا ماعش، والله بريئة. محامية كلونا يا ناس يا عرب الحقونا. ايش قد صار لها مسجونة؟ صار لها 4 سنوات من 2018. على شنو حكموها؟ حكموها بأنه كيف راحت على الحق تزوجها، سموها لحق تزوجها دماء سلح فار. الحق سموها بأنه هي ما أخذ روس عمي، والله ما أخذ روس، ما أخذ ابن عمها. نعم. بالتعذيب ما رأي علقونها، الله أكبر. ما رأي تعلق، ما رأي وانك وما رأي تعلق بالسجون. سموها بأنه هي ما أخذ روس عمي، والله ما أخذ روس، ما أخذ ابن عمها. نعم. نعم. ما كويت محكمة عم، ما كويت محكمة، محامية كلونا والله، محامية كلونا هسه قاعدين بخيم والله. نعم. والله ما ضلنا، ما ضلنا احنا حيره البشر، ما لنا وجه نطلع الحكومه ولا العرب. شنو ذنب، شنو ذنب النساء بالسجون، شنو ذنبها بس فهمون شنو ذنبها. نعم بس فرحنا في هذا العفو، جاي طالبون في هذا العفو، يعني هذا العفو من يمثل لحد الان ماكو اي نتيجه. تلغف من عندنا فوت والله العظيم، ما خلانا شينا، ما رفعنا ردنا نفرج عنها، ماكو اي امل. نعم نعم وصلت، وصلت رسالتك ان شاء الله اخ محمد. يعني اخ محمد ذكر لنا انه عنده اخته محكومه 15 سنه، صار لها 4 سنوات في السجون، يقول تعرضت الى تعذيب، وذكر لنا احدى حالات التعذيب انه تعلق في المعتقلات. ما اعرف هو اصلا يا سيدي عزيز، احنا مو فكره انه مره تتعلق، قضيه التعذيب بشكل عام ان كان مره وان كان رجل هي مرفوضه، مرفوضه قانونيا، مرفوضه اخلاقيا، مرفوضه عرفا، التعذيب مرفوض، ديننا رفض انك تعذب حيوان، فكيف انك تعذب بشر؟ والدول المتحضره هي اللي تحضر التعذيب. فما اعرف يعني، اتمنى يعني من حكى هسه الاخوان بقضيه المعتقلين ابو احمد، الاخ محمد هسه من عجالنا، اتمنى يطلع لنا مسؤول شويه ويبرد قلب هالناس هاي ويريح. ام محمد من دياله حياك الله. السلام عليكم يا قلبي. عليكم السلام والرحمه والكرامه غاتي. شلونك عني استاذ رفعت قلبي؟ هلا بيك يما. شو اروح لك؟ هم من يحكون على المعتقلين، هذا يموت ولا حتى قلب والله العظيم يحكون فيه بالاعدام، يعني خل تنزل اليوم من يطلع كان ايديهم متلطخه بالدم، من ايديهم متلطخه؟ هذول المظاهر هم مو ايديهم متلطخه دم، كلهم طالعينهم عامل من المظاهر، احنا بشاربهم، احنا بشاربهم يطلعون ولدنا كافي. اسمع يا من مره حاطه علينا الاكل، على الله عليكم انصي انت ماكو يضحكون علينا اخي قابل ويميت مقدرة ميتي، الله الله عليكم، والله جنبت يا أبوي والله جنبت، كل ما هذا من ولا يدري شنو الله يعينك، الله يعينك يما، الله يعينك. بس إذا تسمحي لي، إذا تسمحي لي أم محمد، هم كم واحد قلتي لي؟ واحد عيون واحد محكوم إعدام، إيش قد مواليده؟ مواليده إيش قد؟ ما يروني 93 والله. يعني هسه عمره 24 سنة. اي والله والله لا ربيها ولا عليه ولد لا يحيل ولا يلقى. زين امي سؤال، على شنو حكمه؟ حكمه باطل. يعني اوكي تمام امي، بس انا قصدي يعني تهمته شنو عند القاضي؟ من حكمه اعدام، حكمه اربع ارهاب. ايش قصة المعتقل؟ والله هاي 27 سنة هاي.
والله يا ريت من المظاهرين، نريد من اول ريت من المظاهرين، تعبنا يا ابوها مليانه تركيها كلها خايفه، كلها من الديالة ومن الرماد وكلها بس لا لحظه امي لحظه عجل. بس سؤال، صار له 7 سنين معتقل حكمه قبل 7 سنين يعني اعدام؟ رأس دواء مطر سوى 20 سنة، مرد الأخوة مطر مبار بني رأس دواء حكم عدد والله نسح هدومه كلية الوقاف قال له الله الله عليك ضاع هدومه يعني ابنك من انحكم اعدام عمره 17 سنة اي والله تمام اي والله يا عبي تمام يا عبي شو نسوي يا عبي احنا بجمع يا عبي والله بني يا عبي حتى لا كفار حتى لا يهود الناس الله يخافون من الله ما عندهم رحمة ما عندهم يعني مهم الله يديرها عليهم يا بدي عادنا والله يا بدي عادنا جيت والله هذا حد هذا الماي الأكل هم من سيد بس هي صار الله نعم يا على بختك جيت ويا عمري ماشي إن شاء الله سمعوا كلمتك بس أنا عندي مداخلة واحدة بس على هاي القضية يعني هو طفل عمره 17 سنة بعد لسنة يلا يبلغ السنة القانونية يعني بالقانون هو قاصر فما أعرف قانون الجرائم بالنسبة للقاصرين يسمح لأي قاضي أن يحكم قاصر بالإعدام أنا اللي أعرفه أنه لا واللي أعرفه أيضا أنه القاصر يعامل معاملة أخف من أي مجرم حتى لو كان ثبت عليه الجرم يدخل إلى إصلاحية مو سجن همينة يفرق كل الفرق الإصلاحية عن السجن نعم أنت مقيد حريته بس همينة يفرق عن السجن بس أنك تحكم طفل بالإعدام هاي أتمنى يجاوبوش عليها القانونيين وأتمنى يدخل لي شخص يفهم بالقانون أو ضليع بالقانون حتى يجاوبني على هاي القضية أنه القانون العراقي أو قانون الجرائم العراقي يسمح لأي قاضي أن يحكم طفل قاصر عمره 17 سنة بالإعدام أو شخص ما بلغ السن القانونية بالإعدام اللي هي العقوبة القصوى بالبلد ما أعرف أبو ياسين من ديالى حياك الله حياك الله عزيزي فالحياك المحترمين حياك الله يا غالي أخ أفل هاي دعوة المجلس القضاء النايم عدتنا العجماء يتكلموا لحال حاله الحوت لو يختلف يعني هاي ناس أبرياء تغص بيها السجون ناس أبرياء على وشاية مخبر سري أو مال جماعة مال مؤتمر القمة اللي راحوا اليوم قراحة لو أخذ تحقيق 5 دقائق ونحله وراح اليومك لو نلتهم يعني المحقولة على السجون والإرهابية يستحيل لكن هاي مشكلة الجماعة العراقيين أخي أبد بجنة يتحدث ويسولف ما يصدق بينا بيسولف على منظمته ما يصدق بينا الساحة شافت الشعب هذا حال الجنوب على الفرات الأوسط فاتت بالشوارع سيارات بالشوارع هاي السجون كلها أبرياء ما صار العفو العام وما صار أبرياء العفو العام شو يسوي له هو بريء العفو العام للمتهم مو للبريء لأن هاي الناس اللي كرامة الاحتلال هاي ما يدخل فيها السجون يعني شو هذا حال العراقيين وهذا الشمال المنعوش على ذي العدل يجذب حزم على أمر وضع طائفي وهذا قيم حزة مال تفجير مال باب الشدي هذا حد سامع التافه رئيس الجمهورية موقع جد إعدام التسبرية يعني هاي بهاي هي هاي الطائفية لو غيرها هاي تجول متاجرة يا أخي أفل يعني من المعقول هاي الزعامات والمشاس حتى تجول سرية مين تموينها مين أزدقها وهي مو تجارة هاي مو موزة سلون غلطان وتحاسب الدولة يقول لك ما عندنا سجون سرية ما عندنا معتقلين ما عندنا مغيبين قاعد هاي الناس وين أنا جاي أنا جاي للسكة للجبار وإذا ماكو ألاف مؤلفة مغيبة ما حد لها وين عدوا ولا ميتة ناس في نوع أمه وحياة ناس تحفوها بالدبابات ناس لبوها من العمارات وهذا حال العراق لو يعني شلون عزتها لأمريكا هاي أمريكا الرعناء اللي جابت هاي الميليشيات جابت هاي النفايات وسلمتهم من العراق لا يعني هذا حال العراقيين هذا حال مستوى الديمقراطية يعني هذا حال الشعب مع الأسف والله الدول العربية الحدث نايمة القدر العراقيين يا ناس ترى احنا أسوأ من فلسطين فلسطيني قدامك يا صيرون محتل لكن احنا حكومتنا جاي تقتل بينا جاي تقتل بالشعب ناس أبرياء في السجون والله العظيم الحوت يا عفل إذا سألت لك حادثة واحد منا قال بيمكن عام سلمنا سنة وشهرين هو ميت ومذبوب بالمدمدة وصل وخلص بحكوميته
والله هناك لما موتوا وسلم جثة عامدة وآلاف مثل آلاف معلبة. هذا ظلم، هذا جرام، هذا هاي إيران وغير إيران، هاي جت عند الشعب العراقي. ومن هم الجقود العراق؟ هم كل مدرسة إيران. بس أنا ما أدرس الولد عاد الدولة يا تسلل الدولة القائد الإيراني لو يخجلون على أنفسهم وين جمهوركم؟ يا خاف استقبل الله العظيم دولة يا تين سنة كارثة. حتى كانوا يصبرون علينا مع دولة دولة الإيران يحشون علينا وعلى التظاهرات وعلى الإطعام مدونة يتهجمون علينا ويكذبون من أجل ظهور خصومهم. لكن هسه نزلوا ما ظلتم كرام وما قاموا يرجعون. احنا ضايمنا من جماعتنا الحمى من الزيت يا يعني المحافظه الغربيه المرجعه مالت وما يصدق بها يا ابن الناصر. هذا جور المالكي ذا دمر الدنيا ما خلقها ما حكم واحد مثله. شنو الاجرام هذا؟ يقول لا خلي ناقش خلي اسمح لي خلي قارن بين النظام السابق والنظام خلي يطلعوا لنا سجلاتهم مال من اللي طلعوها عزمه صدام حسين ايش كثر وشو احدام ايش كثر. يوم انت لازمنا بالجمله بالاغتيالات وبالتظاهرات وبالسجون الاف مؤلفه عشرات الاضعاف. شنو هذا الحقد الصافي؟ شنو هذا الجرام؟ هذا مالكم. وتحيات عزيزه. شكرا لك ابو ياسين. طبعا يذكر انه سجن الناصريه او سجن الحوت المركزي الثلاثاء الماضي صارت بحالتين وفاه لسجينين ايضا محكومين بالاعدام بعد سوء حالتهما الصحيه والاهمال الطبي اللي موجود داخل السجن. مصادر تقول انه داخل سجن العماره اصابه اكثر من 22 نزيل فيروس كورونا وسط اهمال طبي متعمد من القائمين على اداره المعتقل. إضافة إلى ذلك أنه النائب هوشار عبدالله قال أنه استمرار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مرشحي الانتخابات في العراق ستستمر. وتعرفون أنتم الاغتيالات ترافقها اعتقالات. فاصل قصير ونرجع لكم. أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انطلقنا من إيماننا الراسخ وحبنا المتعاصم بقضيتنا العراقية الأصيلة ووطننا الغالي وأكرما لتضحيات شهداء دورة تشرين العظيمة الخالدة. نعلم نحن ثوار تشرين في العراق العظيم النفير العام والجاهزية التامة لإحياء دورتنا العظيمة، كما ندعو أبناء الشعب العراقي الأبيض إلى النزول للشارع في الساحات والمطالبة بوطننا السليم واسترجاعه من الأيادي واللصوص والقتل والمجرمين وإسقاط الحكومة الفاشلة والثاء لشهدائنا الأبرار وكشف جرائم السلطة ومن إشادها وترسيخ مفهوم أن الجماهير أقوى من الطغاة وأن الشعب مصدر السلطات وهو من يقرر مصيره وهو سيد نفسه لا سيد عليه. موعدنا أيها الأحرار في صولة تشرينية جديدة في 25 من آيار الحالي بإذن الله تعالى. الرحمة والخلود لشهداء دورة تشرين العظيمة والشفاء العاجل لجرحانا والحرية للمغيبين والمختطفين. دورة تشرين العظيمة في عموم العراق. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. برنامج صوتكم عندي محمد من الرمادي وياي على الخط. حياك الله يا محمد. انقطع الاتصال ويا الأخ محمد، أتمنى يرجع لنا حتى نسمع رأيه بالموضوع. أما الآن أم قدوري من صلاح الدين. حياك الله يا أم قدوري. نعم. حياك الله يما. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل يوم. والله عندنا قدوري معتقلين قدوري وأيار. ولدك أخوتك؟ ولدي قدور إبراهيم حامد. نعم. وياد إبراهيم حامد. نعم. أي والله خذوه من 2016 6/3. من 2016 يعني صار لهم 5 سنين. أي. أي ليس بعد ما نزع لهم أي شيء. يعني ما تعرفين بيهم مسجونين ما مسجونين محكومين ما محكومين كل شيء مطاش عنهم؟ لا 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 ما أعرف عنهم كل شيء. زين ما سألتي عليهم؟ لا لا ما خلصت مكان ما رحت عليهم ما حصلت نتيجة. من اللي أخذهم زين؟ والله ما أعرف أخذهم هو طلعت أخذتهم ما أعرف. نعم.
ايوه تمام يما. ان شاء الله ان شاء الله. اي يوم؟ اي يوم قولي. يبدو ان انقطع الاتصال يا ام قدوري. شكرا شكرا جزيلا لك. يعني ام قدوري تقول انا عندي ولد اثنين ماخذيهم من 2016 ما تعرف عنهم اي شيء، تقول ما خليت مكان مساله وما عرفت عنهم، حتى الجهه اللي اعتقلتهم ما تعرف بها وين. اتمنى من مدير الاستخبارات، اتمنى من ابو الدفاع، ابو الداخليه، ابو وزاره العدل، اتمنى انه يعني يرحون الى 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 اهالي المعتقلين اللي يسالون على ولدهم ويجاوبوهم وينطوهم الصح. لانه ارجع وعيدها وكررتها بالبرنامج 100 مره، انت حتى لو كان الشخص اللي اعتقلته، حتى لو كان هذا الشخص اللي اعتقلته مجرم وثبت عليه الاجرام بالدليل القاطع، لو كان اكو قضاء صحيح، دا احكي مو القضاء اللي موجود عندنا بالعراق، حتى هذا الشخص انت من قيدت حريته وحبسته ما قيدته من الحياه، وما تقدر تحرمه من الحياه، لانه انت يكفي انه عاقبته وقيدت حريته وخليته بين اربع حيطان، بس ما تقدر تحرمه من اهله، ولا تقدر تحرم اهله منه، ولا تقدر تحرمه يشوف وضعه وحياته، ولا تقدر تحرمه أنه يشوف ولده، ولا تقدر تحرمه أنه أهله يسألون عنه أو يسأل عنهم، ولا تقدر تحرمه من العلاج والأكل، لأنه أنت بس خليته بين أربع حيطان، هي هاي بحدها كافية. أتمنى يردوا لك ولدك سالمين يا أم قدوري. محمد من الرمادي رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم أخي العزيز. عليكم السلام، منو جاي؟ تفضلي. اخي العز، بس اتمنى تعلي لي صوتك لان كلش ناصي. حياك الله اخوي محمد، انا اسف اعتذر منك لان صوتك كلش بعيد. تفضل اخوي. منقطع الاتصال يا الاخ محمد، انا اعتذر منك شديد الاعتذار، ما سمعت الصوت واضح صدقا، يعني لان نتيجه المساوئ اللي موجوده بها شبكه الاتصالات العراقيه اللي العالم تعبت وهي تحكي بهذا الموضوع، العالم انهلكت وجيوبها يعني صار بها فقر فلوس مثل فقر الدم، لانه ديطون فلوس لشبكه الاتصالات، ديطون فلوس لشركات الاتصالات، وهذا حال الاتصالات العراقيه. لا هو يخابر مرتاح، لا هو يقدر يستخدم الانترنت مرتاح، ولا اكو شيء يعني يحس انه هو دا يعطي فلوس دا ياخذ شيء مقابل له. احنا بال 2021 عندنا طرق بالعراق بدائيه. بالنسبه الى شبكه الانترنت والاتصالات، العالم بدا يفرح بالجيل الخامس من شبكه الانترنت. العراق هسه فرحان دا يشغل لهم الفورجي او الجيل الرابع. بال 2021 وبالمليارات اللي عندك بالميزانية، المفروض أي تكنولوجيا تصير بالعالم قبل ما تتفعل بأي دولة أو أي مكان بالوطن العربي أو بالشرق الأوسط على فلوسنا، المفروض تتفعل يمنا. أبو أحمد من بابل. أبو أحمد، السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. شلونك أستاذ؟ شخصك أهلا بيك أخوي. أستاذ، فيما يخص المعتقلين، أي نعم، احنا عندنا معتقلين طلعوا سواء على ايدي قوات التحالف او على ايدي القوات الامنيه، بس عندك معتقلين اعتقلوهم التحالف الاحتلال، يعني الاحتلال الامريكي. زين، قسم من الموظفين وعدد كبير يعني مو هين. نعم، فاجت تصاريحهم الامنيه انهم معتقلين بتهمه اربع ارهاب، سواء بانتمائهم التنظيم القاعده، التهمه الجاهزه او الجيش المهدي. ف قطعوا رواتبهم. نعم. موظفين هسه عندنا صار سنه، اكثر من سنه، صح 100 الف فيهم، قطعوا رواتبهم ولا يسلموا رواتبهم، هم طالعين براءه يعني ما ثبت فيهم شيء. اها. السياسيين اللي اعتقلتهم القوات الامريكيه بياخذون رواتب واعضاء بالبرلمان. واحسن الوظائف واحسن المكانات عندهم، والمواطنين العراقيين خططاء، مجرد انه معتقل بتهمه اربع ارهاب سواء كانت على يد الاحتلال الامريكي او القوات العراقيه
رواتبهم تنقطع وارزاقهم طيب طيب ابو احمد حتى نفهم الصوره واضحه، يعني هسه انت تقصد لعندك موظفين في محافظه بابل اعتقلوا على يد قوات التحالف او الاحتلال الامريكي، حولوهم بعد ما تحولوا المعتقلين الى الاداره الامنيه العراقيه او وزاره الداخليه العراقيه، كانوا متهمين في قضيه انتمائهم الى تنظيمات خارجه عن القانون، صح؟ بين قوسين حتى لا احد يقول ليش ما تقولون اسمهم، تنظيم القاعده، صح؟ ايه ما ثبت عليهم اي شيء وطلعوا براءة. طلعوا براءة، طلعوا حتى من قوات التحالف من سجن بوكا طلعوا. يعني هسه هم بالسجون لو برا؟ لا لا برا، يعني من بوكا وطلع ويجي تصريح امني انه اني سؤالي انا ليش استغربت اخوي؟ انا ليش استغربت اخوي؟ انت تقول قطعوا رواتبهم لان هم متهمين، هي مو اكو ماده بالقانون او اكو نص بالقانون او اكو شيء اسمه روحيه القانون ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته؟ استاذ موجوده صحيح، بس ماكو تطبيق. ها يعني هسه انا بالعراق اللي افتهمه انه اي بريء متهم حتى تثبت براءته واحتمال ما تثبت براءته. استاذ طلعوا من المعتقلات سواء كان الامريكيه او العراقيه، بس يبقى تصريح الامني شلون يعني قيد جنائي عليه؟ فمن تجي المعلومات لأنه موظف معلومات سنوية. نعم معلومات سنوية تجي على السيادة يا ابو على قوات الاحتلال والتحالف، يكتبون التحالف الدولي طبعا الكتب مالتهم ما شاء الله ربعنا، يدعون نفسهم مقاومة للمحتل وقاطعين رواتب العراقيين. مقاومة للمحتل تمام، اي مقاومه للمحتل يقطع راتب العراقي اللي اعتقلته القوات الامريكيه، هاي الكارثه الكبرى. وقلت لي بيهم جماعه كانوا بجيش المهدي؟ اي ما احنا بالنسبه احنا جيش المهدي ايضا قاوموا ما انتوا وقفتهم بالفلوس. لا مو انا عندي نقطه عندي نقطه راح تخليني احكي بيها هسه. جماعتنا بالمناطق الغربيه قاوموا ما ننسى احنا يعني. إيه لا ابو احمد انا من ذكرت لي هاي النقاط لانه راح احكي بموضوعيه هاي النقطه بالذات المقاومه. نعم. وجماعه مقتدى تمام. شكرا لك ابو احمد، ان شاء الله يسمعوك ويردون رواتب الابرياء على الاقل، لانه انت تقول طلعوا ابرياء فهو البريء يعني ما عليه تهمه حتى لو كان معتقل من محتل. يعني هاي النقطه اللي انا ما دا استوعبها نحكي بها ان شاء الله. بس عندي محمد من الرمادي رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم اخي العزيز. عليك السلام والرحمه والاكرام اغاتي، انا اعتذر منك شديد الاعتذار، سامحني. نعم اخوي. لا عادي اخي العزيز، ولا يهمك، هي سبب الشبكه شويه ضعيفه بالعراق. الله يعينكم. اي طبعا انا اريد احكي الشيء اللي انا صار وياي. طبعا انا عمري 18 سنه واعتقلت بالسجون سجن الرمادي بالاجرام، وانا ما عندي شيء، يعني انا مسجون وانا ما اعرف شنو قضيتي. والله العظيم يعني هناك تعذيب واشياء يسووها بالسجناء ما تتخيل، ولما تجي اللجنة تشوفني يهددوني انه دير بالكم تحجون كذا، دير بالكم تحجون كذا. والدي هسه معتقل وهو بريء ما عنده شيء، بعد ما رجع من تركيا ورا سنتين يعني كل اوراقه اصوليه، سجنوه يقولوا له هسه تجيب ولدك قدامك لو هسه تعترف. لو تعترف هسه انت هجمت كذا وكذا، والناس كلها تعرف انه هو بريء. اخ محمد اني هاي نعرف هذا الصير هواية، يعني هواية دا يحجون، والمتصلين هم قالوا انه الابرياء دا يتعذبون، من ضمنهم يعني عندنا الاخ ابو احمد يعني قال انا عندي اختي تعرضت للتعذيب حتى تعترف، وهي رايحة تطلع رجلها من ايد تنظيم ارهابي، المفروض الحكومة رايحة تحرر الناس. لكن انا سؤالي، انت قلت لي عمرك 16 سنة. والله يا عقل عزيز كله تعذيب، ويعني هواي السجناء مظلومين بالسجن. ايش قد بقيت بالسجن اخوي؟ والله طلعوا 50 ورقه، انا بقيت 6 اشهر و22 يوم، يعني مسجون وما اعرف انا ليش مسجون. يصعدوني للقبط مال التحقيق يقول لي شنو قضيتك؟ اقول انا ما اعرف. يعني عمره 16 او 17 سنه. يصعدني هو الضابط يقول لي انت شنو قضيتك؟ ليش جايبك؟ جاي بعدك عمرك حدث صغير. اقول له ما اعرف ليش جايبين هنا. بالاخر انا طلعت وطلبوا من عندي داخل السجن، طلبوا من عندي قالوا لي 55 ورقه هسه طلعت. نعم قضيه والدي. اسمع يا مصطفى الكاظمي، اسمع الابتزاز اللي يصير عندك بالسجون. نعم شكرا لك اخ محمد. همينا محمد ويانا بس هالمره من الموصل، حياك الله يا محمد. تفضل اخويا.
السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. حبيب قلبي، أنا عندي معتقدين اثنين. إيه. من 2017. زين. وما خلصت لا جهة لا سياسية ولا ملالي ولا حيشاك خرج ولا خلصت برلماني. 4 سنين و4 أشهر أنا ما أعرف ولدي وينهم. 2001 واحد مواليد 94 وجهال والله وكيله سلاعيد الخام لا خام تبهدلك تبهدل وعالي زينة كبير ومران يعني دمروني والله دمروني. ذاك اليوم محامي يقول لي انطيني دفترين، أنا عندي دفترين يا أنا خلي ولدي لي حد الآن. ابتزاز 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 الله وكيله محمد فبيد. تمام تمام. اذا همين رجعنا لنفس النقطه، شكرا لك اخ محمد. رجعنا لنفس النقطه يا مصطفى الكاظمي، هم ابتزاز، يعني محامي يريد دفترين. الله الاحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم من بغداد. زوجي واولادي مغيبين صار لهم 4 سنوات وكل ما اروح ما ينطوني خبر. والله زوجي عنده غده سرطانيه، اولادي بعدهم صغار وقصروا، والله هسه ما نعرف عنهم اي شيء، واحنا نطالب بالعفو العام. وين وعود الكاظمي؟ حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، وان شاء الله ما تضيع حوبه الامهات والزوجات والخوات. واحنا نشكر قناتكم الجميله اللي توصل صوتنا. رساله اخرى كاتب ليها كتابه يد على ورقه وداز ليها. السؤال يقول أين ولد النبي إبراهيم سيد العزيز؟ هذا السؤال تقدر تجاوب عليه عن طريق الإنترنت أو تسأل شيخ دين، شيخ دين يعني، بس لكن هي معروفة ولد في أرض العراق. كتب تقول أور وكتب تقول بابل، وكان النمرود حاكم بابل في وقته. أما الشق الثاني من سؤالك أنا ما أقدر أجاوب عليه، برنامجي مو ديني، اسأل أي شيخ ديني هو يجاوبك عليه. السلام عليكم استاذ افل، وياك ابو الهام من الرمادي، احنا اهالي معتقلين الرزازه. والله ابرياء استاذ، والله ما مر علينا عيد، ايام العيد كلها بكي شنو ذنب اطفالهم محرومين 6 سنوات من شوفه ابوهم. اللي يفرح طفل بشوفه ابوه الى قصر بالجنه، نقول خلي هاي الحكومه تحس بها للمعتقلين. والله العظيم ابرياء ننهزم من ضيم لكم، يجينا ضيم امامهم. حسبي الله ونعم الوكيل والله على هاي الحكومه. مساء الخيرات قناه الرافدين العظيمه. استاذ افل، مقوله هذول السجناء كلهم مذنبين، يعني ماكو من هذول احد مو ابري. وين الحكومه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ حق كل ام تبكي على ابنها. وشكرا فاتن من المانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو حاتم من الموصل. العراق يحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية من الوطنيين وأهل العراق الحقيقيين والعرب كافة لا المزيفين ويدعون أنهم وطنيين. العراق والأمة العربية حاليا تدار بأيدي الاحتلال وأعوانه من عام 2003 لهذا اليوم، لأصوات تتعالى في كل الميادين العربية بتظاهر وغير التظاهر، وما من مجيب السائلين لا الكبار ولا الصغار ولا الأرامل ولا الأيتام ولا النساء. كل العراقيين العرب معتقلين بدرجات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، وهذا الوضع يبقى حتى القضاء على رأس الأفعى أمريكا وأنيابها إيران الجرب، والوباء الذي قضى على الجزيرة العربية بميليشياتها وجرائمهم في الدول العربية، وهذه مسؤولية حكام العرب والجامعة العربية. بعد أكو تكملة بس ما أقدر حتى ألحق أقرأ البقية. السلام عليكم بعد التحية، شلون يعني شلون؟ إلى متى تنتهي هاي المهزلة؟ لازم 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 ينوضع لها حل. احنا مو بس قاعدين نسمع وماكو نتيجة، وشبابنا بالسجون مظلومين، واللي يتم اغتياله بالشارع ماكو طريق إلا الجهاد حتى لو أغلقت أبواب الجهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكادر الرافدين حفظكم الله، أنتم الناطقين باسم الحق. تحياتي إليك أستاذ، ولكل عام وأنتم بخير. يوم عن يوم تزداد قناعتي وأستوعب حجم مؤامرة حما تستوعب حجم مؤامرة وحواس إيران المجوسية على شعب العراق وغزة. الأعزل من توقعاتي في العاجل القريب سيتم منح الجنسية الفلسطينية لمرتزقة إيران كما منحت للعراق، ونتمنى أن يتحرر العراق وفلسطين وسوريا واليمن من هذا الوباء. رسالة أخرى، نطالب بالعفو العام، لا انتخاب إلا بتبييض السجون، وتحياتنا لقناتكم الجميلة. أنا اللي أعرفه كلش زين أنه أكو موسم انتخابات، يعني أكو شغلة بيد الحكومة العراقية تقدر تستغلها شوية وتبيض وجهها أمام الناس، أنه تطلع فعام وتطلع هذول المعتقلين وتفرح الناس. بس اللي أريد أحكي بيه قبل ما أختم بدقيقة أخيرة، اللي اتصل وقال أنه أنا عندي معتقلين من بابل أبو أحمد وذولا كانوا مقاومين للمحتل، أنا راح أستغرب هنا مقاوم للمحتل وهو اكو يعني قيد جنائي عليه لانه هو مقاوم للمحتل، زين مو اللي لازمين الحكومه تسوي محور المقاومه لو شنو؟
لو ذولا مقاومة وذولا غير مقاومة، هاي ماذا أفهمها غير شغلة يعني؟ قالوا أكو بيهم من جيش المهدي زين، وأنا مقتدى عنهم اللي هم كانوا يحاربون تحت أمره. بس أنا اللي أفهمه كلش زين إنه المحتل المفروض إحنا خلصنا، على الرغم من أكو بعض الوصاية، هي مو وصاية رسمية بس انتهت فئة الاحتلال، صار انسحاب أمريكي، أكو جيش أمريكي، أكو اتفاقية أمنية عسكرية بين الطرفين ما بين بغداد والولايات المتحدة الأمريكية، وقع نور المالكي ونطى أرض لهم لمدة ما أدري ايش قد، هاي ندري بيها. بس ماكو احتلال يعني، من طلع المحتل مفروض الحكومة العراقية أي واحد بالسجون تهمته مقاومة الاحتلال تقول له أطلع أنت بطل، لأنه أنت كنت تدافع عن أرض العراق ضد هذا الاحتلال. بس يطلع بوقت ذولاك وهو عنده قرار أنه هو بري ما له علاقة بأي شيء وتعاقبه، أنا مدى أفتهم. هسا أنت اللي قاوم المحتل تعاقبه لو لا؟ لا شك وصدعتوا روسنا أنه أنتم مقاومين للاحتلال الأمريكي. بس هاي أتمنى تجاوبون عليها. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر. في أمان الله.